شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الورى أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتى هكذا عقلا سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تترك معتلا سقيما. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد وأبق الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد وأبق الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء فكن عند اختيارهما عليما، وزر مع كل عارضة طبيبا لديه ستأخذ النصح الحكيما. أخي لم باكر فهل طريرا، فكم قد طبب النوم جسوما. رزقت أخي عافية وخيرا وعشت بصحة عيشا نعيما. إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي دمعك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الورى أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتى هكذا عقلا سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تتركه معتلا سقيما. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد وأبقي الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء فكن عند اختيارهما عليما، وزر مع كل عارضة طبيبة لديه ستأخذ النصح الحكيم. إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب لتطبيب الورى أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتى هكذا عقلا سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تتركه معتلا سقيما. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد وأبقي الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد وأبقي الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء فكن عند اختيارهما عليما، وزر مع كل عارضة طبيبة لديه ستأخذ النصح الحكيم. طعامك والشراب هما غذاء تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد وأبقي الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب
تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد. إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب لتطبيب وراء أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليما ستؤتى هكذا عقلا سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تترك معتلا سقيما. إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب كطبيب الورى أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتى هكذا عقلا سليما، فراقب صحك البدن المعافى ولا تترك معتلا سقيما. ممارسة الرياضة كل يوم تعد خي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد، وأبقي الجسم منشوقا وسيما. ممارسة الرياضة كل يوم تعد خي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد، وأبقي الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد، وأبقي الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء فعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد، وأبقي الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء فكن عند اختيارهما عليما، وزر مع كل عارضة طبيبا لديه ستأخذ النصح الحكيما. أخي نم باكرا تهنأ قليلا، فكم قد طبب النوم الجسوما. رزقت أخي عافية وخيرا، وعشت بصحة عيشا نعيما.